بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وخلق الكون ودبره، اتصف بالكمال وتنزه عن العجز والنقص والحدوث والحلول، والصلاة والسلام على من بعث بعقيدة التوحيد نبينا محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الكون مدبره الله عز وجل وخالقه الله عز وجل، جعل الإسلام منهج حياة لهذا الإنسان ينطلق من خلال عقيدة الإسلام ومن خلال النور الذي بعث به الرسل عليهم السلام. وقد ختمت العقائد وختم الإسلام بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقات سنتناول جوانب من عقيدة الإسلام تحت عنوان عقيدة الإسلام نور للعالمين. وفي هذه الحلقة سنبدأ بتعريف العقيدة. العقيدة لغة، أي في اللغة العربية، بمعنى مأخوذة من العقد، أي الربط. نقول عقدت الحبل، أي قمت بربطه. لماذا؟ ليشتد أو ليقوى، هذا الحبل يعقد. ومنه أخذ هذا المصطلح، فقيل لكل ما يؤمن به الإنسان ولكل ما يسلم به الإنسان عقيدة، لأنها تربط صاحبها في الأمر الذي اعتقده. والعقيدة الإسلامية هي المسلمات اليقينية التي يؤمن بها هذا الإنسان ويسلم بها من خلال كتاب الله عز وجل وما ثبت قطعا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة هي الإيمان، العقيدة هي المسلمات اليقينية التي جاءت في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وما ثبت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي ثمرات هذه العقيدة؟ ثمرات العقيدة كثيرة، منها أنها تجعل الإنسان يراقب الله عز وجل في عمله، يراقب الله عز وجل فلا يقدم على مخالفة الله عز وجل، لأنه يعلم أن تصريف الأمور بيد الله عز وجل، ولأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه في سرائه وضرائه، فهو لا يراقب الناس في عمله بل يراقب الله عز وجل. وبالتالي ينطلق هذا من منطلق العقيدة. فإذا راقب الإنسان الله في عمله سيحرص على أن يقوم بأعمال خيرة وسيتجنب الأعمال السيئة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بأعمال الخير ونهاه وزجره عن أعمال الشر والسوء. ومن ثمرات العقيدة الإسلامية أنها تجعل الإنسان يسارع في الخيرات، يعمل الصالحات، يستعد للقاء الله عز وجل. ومن ثمرات العقيدة الإسلامية أنها تجعل في هذا الإنسان يقظة، لأنه لا يدري متى سيموت هذا الإنسان، فبالتالي هذه اليقظة تجعل هذا الإنسان يستحي من الله عز وجل، وتجعل هذا الإنسان في إيجابية، لأنه إن وقع في منكر أو إن وقع في محرم فإنه ينبه نفسه ويوقظ نفسه بأنه في أي لحظة سيغادر هذه الحياة، وبالتالي هو يصحح مساره من السلب إلى الإيجاب ومن التقصير إلى تصحيح المسار، وذلك بالتوبة النصوح، ليتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. هذا ما يتعلق بمفهوم العقيدة الإسلامية وببعض ثمرات العقيدة الإسلامية. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء في حلقة. Yeah.